يعني نطفي شوية من الهدوء وكذلك العقلانية في الموضوع. مش من هدوء أنا الآن لا 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 اسمح لي علي الآن فيه بعض الجزائريين اللي راحوا لربما فحوصات طبية، فيه بعض الجزائريين اللي راحوا لزيارات عائلية لفرنسا، فيه بعض الجزائريين كذلك اللي راحوا حتى لزيارات سياحية هناك. هذا من الجزائريين خليهم هناك، ناس عندهم عمل، عنده عائلة بتاعه هنايا، كاين كذلك هنا جاو جزائريين راهم موجودين هنا، فيهم البعض اللي جاب دفن باباه عنده أسبوع. أنا يا عندي ثلاثة ولا أربعة من الجزائريين نعرفهم جاو دفنوا والديهم هنا، واحد دفن لأمه وعنده العائلة بتاعه، يا هل ترى نخليه هنا؟ أنا نظن باللي بإمكان الدولة الجزائرية، بإمكان مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تنقذ هذه النسبة من الناس اللي راهم في وضع محرج وفي وضع مزري. لكن بالنسبة للجزائريين اللي راهم مقيمين هناك بطريقة شرعية، نقول لهم يا جماعة بإمكانكم أنه تقعدوا فما، أنه تمكثوا فما. ضيف إلى ذلك، إذا فيه جزائري نقل إلى فرنسا على سبيل المثال وعنده تأشيرة الصلاحية تحت موت حتى الجوان ولا جوي، بإمكانه يا أخي كذلك أنه يقعد عند أخو ولا أخته ولا واحد من العائلة بتاعه حتى تمر علينا الأزمة هذه بسلامة. لكن إذا إنسان ما عنده حتى إمكانيات وما عنده حتى جانب مادي وين يروح يخلص الأوتيل ولا وين يخلص وهو في صحة جيدة، كيف نخليه فما يتمرمد يعني وهو خارج الوطن؟ أنا نظن في الجانب هذا جانب مهم، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين الجزائريين اللي راهم موجودين هناك وهما مقيمين هنا. نعم. ما يخليش العائلة وبين هذا وذاك.